بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا شباب في الفيديو الثاني. انا وهنا هنبدا نتكلم عن باقي الدرس الاول اللي هو الاعداد النسبيه. زي ما احنا شفنا ان الاعداد النسبيه هنرمز لها بالرمز نون، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنبدا ناخد ملاحظات على الاعداد النسبيه في صفحه 15 من كتاب المعاصر. اول ملاحظه، الملاحظة الأولى بتقول لي ايه؟ احنا خدنا طبعا العدد النسبي هو عبارة عن ايه هنا؟ كسر. يعني ايه؟ يعني بسط ومقام. لو كان عندي ألف على ب، هو اداني ألف على ب عدد نسبي، ده معناه ايه؟ لازم يبقى الب زي ما قلنا لازم المقام لا يساوي صفر، يبقى ب لا تساوي صفر. طيب هل ده كده خلاص عرفنا ان ده نسبي والجزء ده لا يساوي صفر؟ عايزين نبدأ نشوف افكار حل المسائل هتبقى ازاي. طيب تعال ناخد مثال رقم 2 صفحة 15، بيقول لي اختار الاجابة الصحيحة من الاجابات المعطاة. اختار الاجابة الصحيحة من الاجابات المعطاة. قول يا هنا يلا العدد، اقري كده العدد 5 على 2 سين. يبقى خلينا نكتب اهو 5 على 2 سين ماله؟ ينتمي الى نون. اذا كانت سين لا تساوي وفي اختيارات، اربع اختيارات، الف 5، ب 2، ج 0، د سالب 2. طيب خلينا من غير ما نبص كده في الكتاب نبص على العدد ده او الكسر ده او العدد النسبي ده. 5 على 2 سين، احنا لسه قايلين ان الشرط الف على ب اللي هو البسط على المقام، لازم المقام لا يساوي صفر، يبقى 2 سين لا تساوي صفر. ركز معايا، انا المطلوب دايما اعرف قيمة سين. هو بيقول لي عايز يعرف قيمة سين. انا هنا الاتنين، 2 سين معناها ضرب ولا جمع؟ معناها مضروبة ولا مجموعة ولا مطروحة؟ سين علشان المقام ما ينفعش تكون تساوي صفر. تمام، يبقى المفروض دلوقتي أنا عندي 2 سين، أنا عايز أحصل على السين الواحدة، أعمل إيه؟ أقسم على 2 للطرفين أهو بالقسمة على كام؟ 2 للطرفين. يعني إيه؟ يعني هقسم هنا الكسر ده قسمته على 2، يبقى الاتنين تروح مع الاثنين، يفضل مين؟ سين. يفضل السين لا تساوي، لسه قايلين صفر على اي رقم يساوي صفر. برافو عليك يا هنا، لازم نحفظها حفظ اهو، حفظ لازم نعمل دي كده ونكتب عليها حفظ برواز. حفظ صفر على اي رقم يساوي صفر. يعني لو انا لقيت صفر على 5 يساوي صفر، صفر على 2 يساوي صفر، صفر على 10 يساوي صفر، يبقى الإجابة شباب رقم 1 إجابتها صفر اللي هي رقم جيم. الإجابة بتاعت السؤال الأول رقم جيم. طيب بعد كده السؤال رقم 2 يا هنا، اقري كده. إذا كان سين، أيوة، سالب 1، سين ناقص 1 أو سالب 1 على سين زائد 3، سين زائد 3 عددا نسبيا، فإن سين لا تساوي. تمام، يبقى المفروض لما يكون ده عدد نسبي قلنا الشرط إن المقام ماله لا يساوي صفر. يبقى سين زائد 3 لا تساوي صفر. انا هنا يا هنا التلاتة دي جمع صح؟ قلنا اي رقم يروح برافو عليك شطورة يا هنا. يبقى انا هنا عايز سين بس، يبقى مخنوق من موجب 3. اي حد يا شباب بيروح كان في اليمين يروح في الشمال، او كان في الشمال يرجع من الشمال يروح في اليمين، سواء كان جمع او طرح تتغير اشارته. هنا اشارته موجب، الاشارة هنا موجب، لما تروح الناحية التانية تروح بسالب 3، يبقى هنا السين لا تساوي سالب 3. طب فين سالب 3 في الاجابات هنا اللي هي الف؟ يبقى اجابة السؤال التاني هو الف. طيب برافو يا هنا، رقم 3. السؤال التالت اقري يلا. العدد 3 سين سالب 2، خلينا اهو 3 سين سالب 12 على 2 سين سالب 4، 2 سين سالب 4، دي سين يا شباب لا يكون نسبيا. اذا كانت سين تساوي، ايوه
عايزين نشوف لا يكون امتى لا يكون نسبيا. احنا قلنا الشرط ان المقام لا يساوي صفر. طب لو طلع المقام يساوي صفر يبقى خلاص عدد غير نسبي، يبقى شرط الا يكون العدد نسبيا اللي هو ايه؟ ان المقام يساوي صفر. يلا نحط 2 س ناقص 4 يساوي صفر. هنا شطورة، هتقدر تشرح لنا وتطلع لنا قيمة السين؟ أول حاجة فكرنا فيها يا هنا إن أنا عايز السين بس، لا مش هقسم أول حاجة، هتروح دي بالإشارة. أيوة تروح دي بالإشارة، برافو. بتخلص من الجمع والطرح أولا، يبقى الأربعة دي قدامها سالب، لما تروح الناحية التانية تروح موجب، يبقى 2 سين تساوي موجب 4. برافو عليك. طيب انا عايز سين بس، يبقى نفس القصه هقسم. برافو عليك، مخنوق من الاثنين اللي قدام السين، اقسم على اثنين للطرفين، يبقى الاثنين تروح مع الاثنين صح. يفضل سين تساوي 4 على الاثنين فيها الاثنين، 4 على الاثنين فيها الاثنين، يبقى الاجابه هنا رقم كام؟ رقم جيم، رقم جيم، لان جيم دي تمام. هنا بيقول لك ان 2 س ناقص 4 تبقى في حاله س بتساوي 2. يبقى احنا حلينا دلوقتي كام سؤال؟ مثال رقم 2 صفحة 15. تعال ندخل بقى على حاول بنفسك، وده اللي هيوضح لي ان انت ايه شطورة فعلا في الموضوع ده. لما يقول لك اذا كان العدد 5 على س ناقص 3، يلا يا شباب ركزوا عشان تحلوا معانا. يبقى العدد ده يعبر عن عدد نسبي اذا كانت السين لا تساوي ايه؟ اهو لا مش صفر، المقام كله يساوي لا يساوي صفر، يبقى س ناقص 3 لا تساوي صفر. ده معناه ان السين بس، يبقى انا مخنوق من مين هنا؟ السالب 3. لما تروح الناحية التانية تروح بموجب 3. برافو عليك، يبقى السين هتساوي موجب 3. يبقى انت يا شباب اول واحدة فحاول بنفسك رقم 2 صفحة 15 في كتاب المعاصر، السين هتساوي موجب 3، يبقى احنا نكتب هنا كام؟ موجب 3. خلاص. طيب بعد كده لو انا العدد عندي 3 على 4 ناقص س، امتى يكون العدد ده نسبي؟ لما يكون المقام لا يساوي صفر، يبقى 4 ناقص س لا تساوي صفر. ده معناه ايه؟ انا هنا يا شباب عايز س وقدام 4، ممكن اودي ال 4 تروح بسالب 4 بس. برافو عليكي، بدل ما انا اودي ال 4 بسالب 4 اروح مودي السالب س الناحيه الثانيه، يبقى 4 لا تساوي س، يبقى ده معناه ان الس لا تساوي صفر، لا تساوي 4، لان طبعا العمليه هنا ابداليه معكوسه. ايوه، يبقى الاجابه رقم 2 ان الس لا تساوي كام؟ 4. طيب المساله رقم 3، المساله بتقول 7 على 8 س تساوي، ده يكون عدد نسبي امتى؟ لما يكون المقام، لما يكون المقام لا يساوي صفر، 8 س لا تساوي صفر. لما اقول لك 8 س لا تساوي صفر، يبقى السين لا تساوي كام؟ السين لا تساوي صفر، هقسم على الثمانية، 8 للطرفين. برافو عليك، يبقى الثمانية تروح مع الثمانية، يبقى السين لا تساوي صفر على الثمانية بكام؟ بصفر. بصفر، برافو عليك. يبقى انا كده حققت الشرط ان السين لا تساوي صفر. طيب السؤال اللي بعده، 6 س على س، امتى يكون ده عدد نسبي؟ لما يكون المقام لا يساوي صفر. برافو عليك، يبقى لما تكون س لا تساوي صفر، خلاص لان المقام اسمه س، يبقى ده الحل بتاعها النهائي ان س لا تساوي كام؟ صفر، لا تساوي صفر. يبقى احنا خلصنا كده، اختبر بنفسك، ممتاز. تعال ناخد بقى الخاصيه اللي بعد دي، معلش استحملينا شويه، هم كذا خاصيه. طيب الخاصيه اللي بعد دي بتقول ايه؟ يلا اقريها كده. اذا كان العدد النسبي ألف على ب يساوي صفر، احنا قلنا لما يكون العدد ده يساوي صفر في احتمال واحد بس، ان البسط، البسط اللي هو ألف هيبقى بكام؟ بصفر، لان احنا قلنا صفر في قاعدة اهي حفظ، عشان ما ينفعش المقام يكون صفر. تمام، يبقى حفظ اهو، ايه اللي هنحفظه؟ ان البسط يساوي صفر في حالة مين؟ ان الف على ب كلها تساوي صفر، خلاص. لان صفر على اي رقم؟ صفر، صفر على اي رقم؟ صفر. على اي رقم، برافو عليك، يساوي صفر. لكن لو رقم على صفر ده ملهاش قيمه او ملهاش معنى. برافو عليك، شطوره يا هنا، ايه الحلاوه دي.
احنا على فكرة مش بنذاكر قبل التسجيل ولا بغششها ولا حاجة، ده احنا هي شطورة لوحديها. طيب بيقول لك اذا كان العدد النسبي، مليني كده العدد النسبي ده. اذا كان العدد النسبي اهو سين ناقص 3 على سين زائد 3 يساوي 0. يبقى خلي بالك خلي بالك، المسائل اللي فاتت دي اللي كنا عاملينها بالازرق كنا دايما بناخد المقام وبنقول ان هو لا يساوي صفر. هنا مثلا خدنا المقام وقلنا، اما لما يكون الناتج اصلا او الكسر كله يساوي صفر ما بشتغلش على المقام، بشتغل على مين؟ بشتغل على البسط. يبقى البسط اللي هو سين ناقص 3 يساوي صفر. خلاص بقت لعبتنا، احنا مخنوقين من مين؟ السالب 3. نوديها الناحيه الثانيه تروح بموجب 3. يبقى السين بتساوي موجب 3. طب احنا قلنا الموجب ما بتتكتبش، يبقى السين كانها بكتبها ايه؟ بتساوي 3 اهو. لو انت بصيت كده في الحل هتلاقي السين تساوي 3. طيب تعال نشوف، اختبر بنفسك. لما اقول لك سين ناقص 2 على سين ناقص 1 تمام، عايزها تساوي صفر، يبقى اشتغل على البسط ولا على المقام؟ في حاله الصفر يبقى اشتغل على البسط. يبقى السين ناقص 2 تساوي صفر. مخنوق من مين؟ من السالب 2. تروح الناحيه الثانيه موجب 2، يبقى السين هتساوي 2. خلاص ده حل يا اخوانا، اختبر او حاول بنفسك صفحه 16 في كتاب المعاصر. المساله الثانيه يا هنونه، 6 6 س 6 ناقص س 6 ناقص اللي هي دي على س ناقص 4 تساوي صفر. يبقى بشتغل على البسط ولا على المقام؟ بشتغل على البسط. البسط يساوي صفر، يبقى 6 ناقص س تساوي صفر. ان انا اودي السين الناحيه الثانيه بدل ما هي بسالب س تبقى موجب س، يبقى كان السين تساوي 6. مش احنا ودينا اهي دي معناها ايه؟ معناها ان ال 6 تساوي س. كتبنا س الاول، يبقى س بتساوي 6. طيب 2 س على س زائد 5 تساوي صفر. اشتغل على البسط ولا على المقام؟ صفر. صفر بشتغل على البسط، يبقى 2 س تساوي صفر. بالقسمه على 2 للطرفين، الاثنين تروح مع الاثنين، يبقى السين تساوي صفر على اي رقم لسه واخدينها، يساوي صفر. برافو عليك. يبقى حل مساله رقم 3 السين بتساوي صفر. اخر مساله يا هنا، 2 س ناقص 4 على س زائد 3 تساوي صفر. ما دمت قال لي تساوي صفر الكسر يبقى بشتغل على البسط. لسه حلين شبهها بالظبط يا هنا، 2 س ناقص 4 تساوي صفر. برافو عليكي، ممتازه. يبقى الاثنين س تقعد زي ما هي في اليمين، والسالب 4 تروح موجب 4، يبقى هتساوي موجب 4. هنا انا عايز السين بس، هقسم. ايه الحلاوه دي؟ مبسوط بيكي فعلا والله. يبقى الاثنين مع الاثنين، يبقى السين تساوي 4 على الاثنين فيها الاثنين. ممتازه يا هنون، تمام. بعد كده يا شباب في حته مهمه جدا هنا قالتها لي دلوقتي، قالت لي والله احنا عندنا بناخد حاجات سهله جدا في ابتدائي، موجب في موجب بتساوي موجب صح، وبعد كده سالب في سالب بتساوي موجب. يبقى انا لما الاقي مثلا موجب 3 في موجب 5 تطلع بموجب 15، حلو. لما الاقي سالب 3 في سالب 5 تطلع سالب في سالب بموجب، و3 في 5 ب 15. يبقى انا لو ضربت الاشارات المتشابهه، الاشارات المتشابهه، يعني ايه الاشاره المتشابهه؟ يعني الموجب في الموجب تطلع بموجب، والسالب في السالب تطلع برضه بموجب. اما موجب في سالب او سالب في موجب دي بتطلع بسالب. ليه؟ لان الاشارات هنا ايه؟ الاشارات مختلفه. ممتاز. ده يا شباب اللي هو بيديني العدد النسبي الموجب والعدد النسبي السالب. لو انا جيت قلت لك الف على ب، امتى يكون موجب؟ قال لك والله لو الالف موجب والب موجب بتبقى بسالب، بتبقى بموجب. بموجب. اما لو الالف بسالب والب بسالب بقى برضه بتبقى بموجب، تمام. اما لو الالف والب، الالف بسالب والب بموجب تطلع بسالب. طب لو الالف بموجب والب بسالب تطلع برضه بسالب. سالب. لان هنا اشاره واحده اهي، واحده موجب واحده سالب تطلع بسالب، واحده سالب واحده موجب تطلع بسالب. اما لو الاشارتين موجب تطلع بموجب، لو الاشارتين سالب تطلع برضه بموجب. طيب هل ممكن يكون
العدد النسبي يساوي صفر. ايوه لما اقول لك ألف على ب يساوي صفر، ده معناها ان البسط يساوي صفر. العدد النسبي يساوي صفر لما يكون البسط، بس بالظبط ما ينفعش يساوي صفر لما يكون المقام. ما ينفعش يساوي صفر لان القسمة على صفر ليست لها ايه؟ ليست لها معنى. ده معناه ايه؟ طيب ان احنا عندنا عدد نسبي موجب وعدد نسبي سالب وصفر، يبقى ده معناه ان مجموعة الاعداد النسبية نون هي نفسها صاد، بتساوي شبه صاد. شبه الصاد اللي هو ايه؟ يعني انا عندي نون موجب والرمز اللي مفتوح لفوق ده هنا اسمه ايه؟ اتحاد. اتحاد مين؟ اتحاد الصفر. بعد كده اتحاد النون السالب. سالب، برافو عليك. يبقى انا عندي قانون مهم جدا اهو، ان النون الكليه الاعداد الصحيحه كلها عباره عن الاعداد الصحيحه الموجبه اللي هي نون موجب، اتحاد اتحاد الصفر، اتحاد الاعداد الصحيحه السالبه. يبقى احنا لو جينا كتبناهم هنا يبقى الاعداد النسبيه اللي هي نون بتساوي مين؟ الاعداد الصحيحه السالبه الموجبه الاول اللي هي دي بتتحد مع الصفر، اهو قوس مجموعه، بتتحد مع الاعداد مش الصحيحه دي، خلي بالك غلطنا فيها، النسبيه، الاعداد النسبيه السالبه، الاعداد النسبيه السالبه. طب لو احنا جينا رحنا قلنا ايه؟ والله انا دلوقتي هل النون موجب والنون سالب في بينهم تقاطع؟ لا، يبقى النون موجب تقاطع اللي هي اللي بصه لتحت تقاطع، النون سالب بتساوي مفيش حاجه في التقاطع، يبقى ايه؟ يبقى فاي. يبقى الرمز ده الدايره هي يا شباب اللي نسي وعليها كده، ده اسمه فاي. فاي بيسموها المجموعه الخاليه، المجموعه الخاليه ما فيهاش حاجه، تمام كده؟ تمام. بيقول لك بين، حاول بنفسك اهو، بين اهي، يلا نشوفه هنا شطوره ولا لا في دي. بين اي الاعداد التاليه موجب وايها سالب وايها يساوي صفر. لما اقول لك اتنين او تلاته، تلاته على اربعه، تلاتة على الأربعة الاثنين موجب، هتبقى بموجب. اه المفروض دي موجب، التلاتة والأربعة موجب، يبقى ده كله موجب. برافو عليك. سالب اتنين وسالب تسعة برضه موجب، لأن يعني سالب على سالب. طيب صفر على سالب خمسة، هينفع صفر يبقى فوق؟ اه يبقى بس الناتج كله هيطلع صفر، ولا موجب ولا سالب. طيب هنا الرمز ده خدتوه زمان انتوا في ابتدائي. دي هتبقى سالب نص، بس خلي بالك موجب هتبقى ليه؟ لان ده بيسموه مقياس. المقياس، المقياس بيلغي الاشاره السالب اللي جواه، يعني المقياس ده ياخد الاشاره السالب اللي جوه دي ويلغيها. يعني كان سالب هنا، لا لغاها، يعني الناتج هيطلع بنص، وبالنص اللي فوق موجب واللي تحت موجب، يبقى ده هيبقى كله ايه؟ موجب. برافو عليك. طب سالب 7 على ال 11 هتطلع سالب. برافو يا هنا. طب خلي بالك من الحته دي بقى، الشطور هيقولها، سالب 5 الكل تربيع، دي تطلع موجب ولا سالب؟ تربيع. تربيع يعني ايه؟ لما اقول لك س تربيع معناها س في س مضروبه مرتين. برافو عليك. يبقى سالب 5 في سالب 5. طب السالب في السالب لسه واخدينها، تطلع سالب ولا موجب؟ موجب. يبقى تبقى موجب، و5 في 5 ب 25. يبقى الناتج ده يا شباب اللي هو سالب 5، سالب 5 تربيع ده موجب. واقدر اقولها لك من دلوقتي، اي حد بيتربع سواء كان موجب جوه او سالب لازم التربيع بيكون الناتج دائما موجب. ليه؟ لان هو بيبقى سالب في سالب. معنى تربيع ان العدد ده اتضرب في نفسه ايه؟ مرتين. معنى تربيع ان اتضرب في نفسه مرتين. طيب قربنا نخلص اهو، بس في خاصيه مهمه جدا يا شباب. لما اجي اقول مثلا، لما اجي اقول نص، ايه علاقه النص يا هنا باتنين على اربعه، وايه علاقتها بتلاته على السته؟ هل دي التبسيط ودي ودي، هل اقدر اقول هنا اكبر من؟ طبعا الاشاره اللي مفتوحه ناحيه ايدك اليمين دي بيسموها ايه؟ اكبر من. طب اللي مفتوحه ناحيه ايدك الشمال اصغر من. طبعا العلامه الثالثه اللي هي مين؟ يساوي. النص أكبر من 2 على 4 ولا أصغر ولا يساوي؟ 2 على 4 يعني ربعين.
2 على 4 يعني ربعين، والربعين يعني نص. صح، يبقى المفروض يساوي. وبرضه هنا 3 سداس دي يعني برضه كانها نص. ده معناه ايه؟ معناه ان النص ده اهو نزل، كلهم زي بعض، ده نص. طب وهنا احنا ايه اللي معمول عندي؟ الاثنين والاربعة اقدر اقسم على كام؟ قال لك تقدر تقسم فوق على 2 اهو، وتحت على 2. لو قسمت على 2، 2 على 2 فيها الواحد، اي رقم على نفسه بواحد، واربعة على 2 فيها الاثنين. طب هنا اقدر اقسم على 3، على 3 فيها الواحد، وهنا 6 على 3 فيها الاثنين. ده معناه ان ده نص وده نص. ايوه كلهم زي بعض. حلوه كلمه هنقولها اهو في الفيديو، كلهم بالبلدي كده زي بعض. ايه كلهم زي بعض في الرياضه دي؟ اللي هي بيسميها لك صور مختلفه للعدد النسبي، صور مختلفه للعدد النسبي. يعني النص هو هو النص، بس النص اقدر اكتبه كام؟ نص، واقدر اكتبه 2 على 4، واقدر اكتبه 3 على 6، واقدر اكتبه 5 على 10، واقدر اكتبه مثلا 10 على 20. صح، يبقى دي كلها صور لنفس العدد، صور لنفس العدد. طيب بيقول لك اكتب 3 صور مختلفة، فحاول بنفسك يا شباب، اكتب 3 صور مختلفة لكل من العددين النسبيين الاتيين. تعال نكتب كده 2 على 3. مش نقدر نكتب صورة مختلفة، يعني انا اضرب في 2 فوق وفي 2 تحت، 2 في 2 ب4 و2 في 3 ب6، ادي شكل. يبقى انا اول حاجة ضربت مثلا في 2، طيب ممكن اضرب في كام؟ اهو ممكن اخد 2 على 3 واضرب في 3 فوق وفي 3 تحت، المهم اضرب في نفس الرقم فوق وتحت. 2 في 3 ب6 و3 في 3 ب9، يبقى دي صيغة تانية. برافو عليك، يبقى 2 على 3 في 4 فوق و4 ايه؟ و4 تحت. خلاص اهو 2 في 4 بكام؟ ب 8، و3 في 4 بكام؟ 16. لا 3 في 4 ب 12. ركز يا هنا، ماشي؟ 3 هنا شطوره حافظه جدول الضرب، بس هي بتنسى ساعات اهو. يبقى انا كده اقدر هو ايه اللي اكتب كام صيغه؟ 3. يبقى الاثنين اهو نقدر نكتبها كده اهو، الاثنين على 3 اللي هو الدهاني اول صيغة، 4 على 6 بتساوي 6 على 9 بتساوي 8 على ال 12. ينفع كنا ناخد ال 8 على ال 12 دي يا شباب، اهي 8 على ال 12 دي، 8 على ال 12 ونختصرها نرجعها 2 على 3، صح؟ لان 8 على ال 12، تعالى ناخدها كده 8 على ال 12. ممكن نقسم كام فوق على كام فوق وكام تحت؟ ممكن نقسم هنا مثلا على الأربعة مرة واحدة، مش التمانية تقبل القسمة على الأربعة، التمانية على الأربعة فيها الاثنين. ممكن نقسم تحت على الأربعة برضو فيها التلاتة. يبقى احنا حولناها من صورة إلى إيه؟ إلى أخرى، بس هو هو نفس الرقم. طب تعال نشوف الرقم بقى، مديني رقم كبير 16 على 64 أهو، عايز كذا صيغة. طبعا بما ان اللي فوق ده زوجي واللي تحت زوجي، ينفع مش هضرب في 2 هنا عشان اقسم على 2، يبقى انا هعمل ايه؟ برافو عليك، بما ان اللي فوق زوجي واللي تحت زوجي اقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2. طبعا هنا بنستخدم الآلة الحاسبة، 16 على الاثنين يا هنا بالآلة الحاسبة. طبعا احنا يا شباب معانا آلة حاسبة كاسيو اف اكس 991 اي اس بلس، دي احدث آلة حاسبة المفروض ممكن نستخدمها، فانت هتقدر تجيب اف اكس 991. يلا 16 على 2 يا هنا فيها الثمانية، وبعد كده 64 على الاثنين، 64 على الاثنين ب 32. يبقى احنا طلعنا صيغة 8 على 32. بعد كده ممكن اقسم برضه هنا على الاثنين بالقسمة مرة أخرى على الاثنين، على الاثنين، بس لازم أعمل الحاجة إيه؟ فوق وتحت. يبقى فوق على الاثنين وتحت على الاثنين. طبعا دي سهلة من غير الحاسبة، 8 على الاثنين فيها الأربعة، و32 على الاثنين لو احنا شطورة أهو ب 16. برافو عليك. طيب ممكن أقسم مرة تالتة على الاثنين أهو، يبقى 4 على الاثنين دي سهلة فيها الاثنين، و16 على 2، 2 في 8 ب 16 يبقى كام؟ 8. يبقى ادي 3 صيغ يا شباب، هو طلب مني 3 صيغ ل 16 على ايه؟ 16 على 64، ادي اول صيغه اللي هي 8 على 32 او
أربعة على 16 أو 2 على 8. يبقى احنا كده حلينا مثال في صفحة 17. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.